نعم. الآن نبدأ في القسم الثاني. القسم الثاني قلنا ما هو؟ أول قسم قالوا المسائل الأربع من الكتاب. القسم الثاني، الله يفتح عليك، لا، القسم الثاني أنواع التوحيد الثلاثة. المسائل الثلاثة، هذه هي المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة أسئلة القبر، هنا المسائل الثلاثة. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالألوهية، لا يعبد إلا الله، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، نبي ولي جني صالح ملك. طيب المسألة الثالثة وسطية التعامل مع غير المسلمين، كيف يتعامل المسلم مع اليهودي مع النصراني مع المجوسي مع الملحد. انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين ووسط. قسم يتعدى الكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال لا يفي لهم بالعهود، وقسم يختلط بالكفار حتى تظن أنه واحد منهم في أعياد في احتفالات في طقوس في لباس، وقسم يتوسط وهم أهل السنة والجماعة، سأل الله يجعلني وياكم منهم، لا إفراط ولا تفريط، نفي لهم بالعهود، لا نتعدى لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال، ومع هذا لا يمكن أن أشارك الكافر في أعياده في احتفالاته في طقوسه في لباسه، أبيع وأشتري نعم، أدعو إلى الله نعم واجب من واجباتي أن أدعو الكافر أنصح له، المسلم ناصح لا يغش الكافر، لا يقول له أنت إذا بقيت على ما أنت عليه أنت ما شاء الله في سعادة وفي رخاء، ويقول له سنة سعيدة، ما يمكن، ما يمكن المسلم يقول الكافر سنة سعيدة، إذا قال له سنة سعيدة كأنه يقول له اسعد في هذه السنة بالكفر بالله، لا، يقول هذه السنة هي تعيسة عليك، أنا أخاف عليك من النار. فبهذا نتوسط، لابد أننا نفرق بين المسلم وغير المسلم، كما أننا نفرق الآن. هل هناك فرق بين اليهودي والنصراني؟ نعم، في الاعتقاد نعم، في اللباس نعم، في الدعاء في العبادة نعم. طالما نفرق بين اليهود والنصران، لماذا المسلم لا نستطيع أن نفرق بينه وبين اليهود والنصران؟ لابد أن نفرق. ليس معنى هذا أننا نتعدى عليهم بالقتل، وليس معنى هذا أننا نشارك هؤلاء في أعيادهم واحتفالاتهم، نتوسط كما توسط النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، تقل الله يفتح عليك. يقول تكلمنا عن القسم الثاني، ما شاء الله الآن بدأ النشاط. نعم، القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ أنواع التوحيد الثلاثة. وقلنا أن المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه بالربوبية بالأسماء والصفات، المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. المسألة الثالثة وسطية التعامل، ولابد أن نميز بين اليهودي والنصراني والمسلم. المسلم لابد يتميز، لكن هذا التميز لابد أن يكون بالوسطية. الوسطية لا يمكن أن تأتي إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو القسم الثاني، المسائل الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة، لا إشكال. نعم، والله أعلم.